قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنافقون لا يريدون حكم الله بل يريدون حكم الطاغوت، أي إذا أراد المسلمون أن يحتكموا إلى شرع الله فهو لا يرضى، يقول إسلام سياسي ما بده، إسلام مدري إيش، والحقيقة أنه لا يريد حكم الله. يقول الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون أي المنافقون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، فريق يعني إنهم منافقين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان في لهم مصلحة في حكم الله والرسول يذعنون له. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله ورسوله عليهم، وما أولئك بل أولئك هم الظالمون. لقد أنزلنا آيات مبينات، أي أنزلنا في هذا القرآن دلالات واضحات تبين الحق وترشد إلى الحق، وفيها من الحكم والأمثال ما يدل على الحق ويبينه بوضوح. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا هدانا الله لا نظن أننا بفهمنا وبقوتنا اهتدينا، لا، بفضل الله تبارك وتعالى أن سهل لنا سبل الهداية وأدخل نور الإيمان في قلوبنا. والله يهدي من يشاء ويوفق من يشاء إلى الطريق المستقيم، وهو عبادة الله، طاعة الله، والتحرر من العبودية لغيره. نأتي لصنف آخر، هذا الكلام عن المنافقون كيف ينشقون عن طريق الاستقامة مع عباد الله. ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أي أطعنا الله وأطعنا أمرهما، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتولى هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإسلام فيقولون أطعنا الله والرسول ظاهرا، ولكن في باطنهم لا يريدون أن يطيعوا الله ورسوله، فإذا سنحت الفرصة يطيعون غير الله وغير رسوله. لذلك قال تعالى: ثم يتولى فريق منهم، يتولى أن يعرض عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن طاعة رسوله. في الخفاء لا يطيع الله والرسول، في الظاهر يقول سمعنا وأطعنا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، والله يقول عنهم: وما أولئك بالمؤمنين. ما أولئك نافيه، بالمؤمنين أي ما أولئك مؤمنون، ليسوا مؤمنين، يزاد الباء في خبر ليس، فما هنا بمعنى ليس. فالله الذي ينفي عنهم الإيمان وليس المسلمون يكفرونهم. وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم طلب منهم أن يحتكموا إلى شرع الله. ألم يقل الله في كتابه: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أما تقولون أنكم مسلمون مستسلمون لأمر الله، معنى المسلم مستسلم لأمر الله. أما تقولون أنكم مؤمنون ولستم كفار، طيب تعالوا أخضعوا لحكم الله، أطيعوا الله وتحرروا عن العبودية لغيره. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ليحكم بينهم أي الحكم العام في حكم الإسلام العام على الأمة، أو الحكم الخاص، الأحكام الخاصة، صار خلاف بينه وبين شخص في خصومة ما،
فيقال لهذا المنافق تعال ليحكم لك بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن، أما تقول أنك مسلم؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لا يريدون حكم الله ولا يريدون حكم الرسول، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان يعلم أنه هو محق وأن دليل معه وأن الله وأن حكم الله وحكم رسوله سيعطيه حق، يأتي ويرضى بحكم الله وبحكم رسوله وهو مذعن، يعني خاضع يخضع لحكم الله ورسوله. في الحقيقة هذا لا يخضع لحكم الله ورسوله، يخضع لمصلحته، يجد أن مصلحته في الاحتكام إلى شرع الله، لأنه إذا احتكم إلى غير شرع الله أو إلى غير الله والرسول، يعني إلى واحد من الناس، إذا احتكم إليه ممكن أن يرشيه، يعطي رشوة، فإذا أعطاه رشوة يغير الحق ولا يكون الحق له، ولذلك هو يتمسك ويقول لك لا أريد الحاكم العادل الذي يحكم بالإسلام، لأنه بيعرف أنه سيحكم له فيأتي ويذعن. فهذا ليس مؤمنا، وإن كان رأيته في الظاهر بده حكم الله كذاب، ويريد حكم الله لأنه يعلم أن الحكم معه. أما إذا كان كافر وغاش وظالم غيره وسيحكم عليه، ما بده حكم الله ولا بده حكم الرسول. تقول الخمر حرام بأذيك، الله حرمه مصلحتك، لا ما بده، هو تقدمي يفعل ما يشاء، هو تقدم يتقدم إلى النار، يظلم نفسه وهو لا يدري، والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء الذين لا يرضون بحكم الله ورسوله، يأتي هنا الاستفهام الإنكاري، لماذا؟ لماذا لا يرضون بحكم الله ورسوله ويرضون بحكم الطواغيت والكفار والفجار؟ أفي قلوبهم مرض؟ يعني في قلبك مرض النفاق، في الظاهر هو يقول لك مسلم ولكن في الحقيقة لا يحب الإسلام، ذلك قال تعالى عن المنافقين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطوا أعمالهم. فهذا في قلبه مرض حتى لا يرضى بحكم الله والرسول، أم ارتابوا يعني شك، لسه ما وصل النفاق الكامل ولكن بدأ بالنفاق وهو الشك، يا ترى في آخرة ما في آخرة، هذا القرآن صحيح ما هو صحيح إلى آخره، فهو يرتاب في هذا الدين فليس مؤمن. المؤمن يؤمن إيمانا قاطعا يقينيا. أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ إذن سبب الإعراض على حكم الله وحكم رسوله ما في قلب المنافق من مرض، مرض النفاق، أم هناك ريبة وشك في حكم الله وفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بمؤمن إيمان صحيح بالرسول عليه الصلاة والسلام. الشيء الثالث، أم يخافون أن يحيف الله ورسوله عليهم؟ يعني هل يعتقدون أن حكم الله وحكم رسوله حكم يحيف، يعني يجور؟ هل يجور الله خالق الكائنات يتحيز مع فلان إلى ضد فلان، يتحيز مع المسلمين ضد الكفار؟ لا، ترك المجال للإنسان في الدنيا يعمل ما شاء ولكن سيحاسبه، لأنه لا يرضى للمؤمنين أن يتسلط عليهم الكافرون الظالمون الطغاة. فربنا تبارك وتعالى يبين أن هناك أشياء ثلاثة، إما أن يكون سبب الإعراض عن حكم الله والرسول هو ما في قلوبهم من مرض النفاق، يعني منافقون، خلينا ننتبه على حالهم، ها ما يقولوا عن غيرهم قالوا عنا تكفيرين، هذا حكم الله وهذا كتاب الله، إذا كانوا مؤمنين به هو يحكم عليهم بالنفاق. أفي قلوبهم مرض، مرض النفاق، أم ارتابوا شكوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يطيعوا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أي لا نأخذ حكما تشريعيا بالحلال والحرام بالممنوع أو الواجب إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى أننا نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما إذا كنا لا نفعل ذلك معناه نشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، إيماننا كاذب. أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله ورسوله عليهم؟ يعني حكم الله خالق الكائنات، خالق الإنسان والكون والحياة، هذا الذي يعرف مصلحة الإنسان أكثر من نفسه، هو الذي خلق الإنسان والكون والحياة ويعرف ما يدبره وما يصلح شأنه، هذا حكم الله والرسول ما عجبه، يريد حكم المخلوق ويترك حكم الخالق؟ هذا الإنسان الذي يظن نفسه عاقل، الله خلق له العقل ليختار، هل يختار هذا الشيء الصحيح؟ لا والله،
إنه يختار الفساد لنفسه ولأمته ولمجتمعه، ويختار جهنم وبئس المصير له في الآخرة، فيظلم نفسه ويظلم غيره، ولذلك سماه الله ظالمين. فقال سبحانه وتعالى بيّن أن هذا أحد هذه الأسباب الثلاثة توصل الإنسان للكفر المحض. قال سبحانه بل أولئك هم الظالمون، الظالمون يعني الكافرون المشركون. قال الحسن البصري رحمه الله إذا كان الرجل بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق، يعني بيعرف حاله على الحق، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس جميعا حتى المنافقون أنه يقضي بالحق، فإذا كان له الحق أذعن يعني خضع وجاء ورضي بحكم الله وبحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم أن النبي سيقضي له بالحق. وإذا أراد أن يظلم بظلم غيره ودعي إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم أعرض، ما بده حكم النبي، لأنه النبي بده يقضي بالحق فيقضي عليه، لا يريد، واحد يقول له حرام وفصير ولا يجوز ما بده هذا. فقال لا يريد أن يخضع للرسول، إنما قال انطلق بنا إلى فلان، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول إلى آخر الآيات. وروي أن مؤمنا ومنافقا اختصما في حق من الحقوق، فقال المؤمن هلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال المنافق لا، يعرف نفسه على الباطل، فذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بحكمه لأنه حكم عليه، فقال المنافق هلم إلى أبي بكر الصديق، قال له أترضى بحكم أبي بكر الصديق؟ ما بدنا ننتقل من واحد لواحد، قال نعم، فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له أبو بكر اذهبا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وتحتكمان إليه، احتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المؤمن ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى هذا، قال انصرف عني. فقال المنافق نذهب إلى عمر بن الخطاب ليحكم بيننا، قال أترضى بحكم عمر؟ قال نعم، ذهب معه إلى عمر بن الخطاب، استأذنا عليه فخرج، فقال لهم فعرضا خصومتهما، فقال لهما عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، اذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتكما إليه. فقال المؤمن ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بيننا ولم يرضى هذا. فقال عمر للمنافق يا هذا ألم ترضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى بحكمي؟ قال نعم أرضى بحكمي. قال لا ترضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى بحكمي؟ قال نعم. قال انتظر إذن، فدخل بيته وأخرج سيفه وضرب رأس المنافق وقال هذا حكمي على من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلينظر كل واحد منا إلى نفسه وإلى مجتمعه وإلى من حوله، من منا أو من الناس من لا يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد حكم أمريكا أو إنجلترا أو ما تصدره إسرائيل من وراء الصهاينة أو الحكومات المتصهينة، الذي يرضى بحكم هؤلاء ولا يرضى بحكم الله، ليعلم أنه والعياذ بالله تعالى من الظالمين، كما قال تعالى بل أولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.